معي فيكم في شروم مقرن. يا هلا والله يا ابو شوق، انت وخياك. حياك الله مقرن. طبعا انا اول ما سمعت الموضوع عندي تعليق بسيط. اول شيء اقول لابو راشد، والله العظيم نحن مشتاقين لك يا ابو راشد واجد واجد صراحه، لا انا ولا زملائي كلهم. ومن يوم صوروا معنا التقارير احنا بينا لهم ان ابو راشد عز الله، نحن نعرف ظروفه. ابو راشد ملم بظروف الله اللي يعلم بها، وكلنا يا اخويا والله مقدرين وضعه. واضف عليها انه بيننا صراحه محبوب، والله العظيم احنا فاقدين اليومين هذه اللي طلع فيها. طيب اللي راح فيها. مقرن، انت تتكلم عن بتتعلق عن موضوع ابن عمره. اي نعم. طيب ابغى محمد الجخير، مو محمد الجخير موجود؟ موجود. طيب محمد تعال معنا مع مقرن، خلينا نسمع تعليقكم كلكم، لانه اتوقع الموضوع يخصكم انتم اكثر شيء، لانكم اقرب اثنين واكثر ناس مع شاب مع عبد الله بن جليغ ومو محسن اللي كانوا موجودين. طيب اسلم محسن. مقرن، انا بالنسبه لي انا سمعت سالفتكم كلها، وابو راشد والله ودنا نحن اقل حاجه، ودنا نحن نوده، احنا ما الرجال ما قدرنا حتى نوده. ف انا اتكلم باسم اخواني كلهم وانا امون عليهم وثقه فيهم. بقول الكلام هذا، انتم جمل الله حالكم وبيض الله وجيهكم. الكلام الى الاداره، تجملتوا فينا وعطيت وجيهنا يوم طلبناكم يطلع، وانتم كرام وحنا ان شاء الله نستاهل. انا اطلبكم باسمي باسم اخواني وبوجيهنا ان اذا فيه مجال نبي اخونا بن عمره معنا، لانه ان شاء الله جيته ورجوعه للبرنامج ما فيه ان شاء الله مضره. محمد بن فلاح طلع وباقي محله فارغ في البرايم، فان شاء الله ان الامور كلها محلوله، وحتى لو الامور مهم محلوله انتم بتزينونها. فهذا طيب. الكلام اللي معاك من هذا مقرن ابو جخير. استر خلنا نسمع رايك محمد، نسمع رايك بعد الموضوع. محمد بن جخير، تدري اسمي محمد؟ ابشر. انا ابو جخير. خليك مرحبا يا ابو شو. محمد، شفت سنابات محمد بن عمره؟ والله سمعت بعضها ودخلت وشفت الباقي. طيب. انا سمعت هو يمه يتكلمون، ف انا ابي افهم الحين شو الطريقه. انتم ان كان فيه مجال لمحمد، الله يرحم والديكم يرضى عليكم، انا طالبكم طلبه. طب مثل ما تكلم مقرن، ان كان فيه مجال لمحمد فلا تخلونا يا رجال، طالبينكم طلبه. هذه نقطه. النقطه الثانيه، ان كان فيه شيء ثاني بعد، فانا لكم وجهي ولكم ضمانات مني لكم، ما بغيتوا من محمد. انا محدد، انا متكلم، انا احتمال اني اطلع الليله او بكره. اذا ان فيه مجال فانا بطلع الليله، والله ان اروح لين اوقف عند محمد واخذ منه اللي تبون. اي طلب تبون منه انا اضمن لكم اني اروح للرجال واخذ من راسه. لو تبون اي شيء، انا ما ادري يا محمد عن موضوع انه هذا قرار صدر من الاداره عن موضوع الرجوع. انت تتكلمون عن رجوع البرنامج ولا تتكلمون عن انه يجي لا والله اتكلم عن رجوع البرنامج. حاتم، احنا والله يا اخي متاثرين، وعاد تاثرنا زياده يوم شفنا الرجال وسمعنا كلامه. ومثل ما وضحت انا لا في التقرير ولا قبل التقرير تكلمت وقلت انا ما اعرف شو ظروف محمد علشان احكم. فدام الرجال تكلم وبين ظروفه، احنا طالبينكم يا رجال. والله لكم، والله القسايم توضح ان الرجال كان يعني ما هو في ضغط. والله لكم ما بغيتوا من محمد، هذا مني انا. خلنا نسمع تعليق محس حاتم. والله شوف، والله ان كلنا ودنا انه يرجع محمد، ولكن الان احنا بنطالب الاداره، احنا ما في يدينا شيء الا نقدمه لنوصل هذا الامر الى الاداره. طيب الان لو نطلنا وجيهنا عند الاداره وطلبناهم وقلنا لهم يا جماعه ابن عمره يجي، ايش اللي يضمن لنا انه برضه بيجي اللي تبون، اللي يجي له امر اللي تبون؟ محمد حاتم، وش تقصد يا حاتم؟ مقرن، وش تقصد يا حاتم؟ دقيقه حاتم، وش تقصد اللي يجينا امر ايش؟ يا اخي الحين لو قالت الإدارة إن شاء الله أنها بتوافق وحنا نقول بإذن الله أنهم ما بيقصرون، طيب جانا ابن عمره الحين ثم قال يلا معليش أنا بيطلع، أنا بيروح عند أمي، أنا أمري والظروف ما تحشم، هاي يلا أعطني بن جخير، حكم الأهلية بن جخير. أبشر دقيقة، شوف إن كان أنا والله توني أدري أن محمد في خاطره صدق الرجوع، ودام الرجال في خاطره، فلكم وجهي أنا اللي تبون توقيع على أي شيء تبون، هني أروح للرجال إلى ناخذ من رأسه وأعطيكم ضمانات اللي تبون، الرجال ما عاد يطلع. وتحت امركم في اللي تبون. جعلك تسلم فوق الامر يا ابن جخير. شوف مره اللي لك منا ان بنوصل الامر هذا للاداره، وان بنشوف الاداره وش يبغون، ان كان فيه مجال انه بيرجع اهلا وسهلا. يا حاتم في نقطه، يا حاتم سم ابيكم تعطوني علم
انا كان ادور حجوزات وما حجوزات للبحرين ان كان فيها مجال، فوالله دقيت سلف عقب البث ورحت للدمام من الرجال. علموني تكفون. بعد الحلقه بنطلع كلنا ان شاء الله للاداره ونشوف الامر. انا بقول لك شيء، ابو شوق كلامي احنا، انا قلت باسمي وباسم اخوياي، والله ما قلت الكلام هذا ولا قلت على اخوياي. طيب اسمع، الا بثقتي فيهم انهم يبغون. انا بطلب منك طلب ما بقي معي وقت، شفت؟ بنوجه الطلب للاداره، حلو؟ بيض الله وجهه. بس انا عندي شرطين. الشرط الاول ابغى تصويت المتسابقين الان، وما ابغى تصويت المحزمه المليان هذا. حاضر. تصويت المحزمه المليان اللي ابد معاكم واللي في خاطر شيء، ابغى الكل يكسب. حاضر. قسم الانتاج جماعه اتمنى تجيبوا لنا صندوق وورق تعطون المتسابقين، اكتب لي صح او خطا. أبشر. نعم او لا بس. ابشر. جميل. بدون تم. ذكر اسمه، لا احد يكتب اسمه. تم. خلاص الان. أبشر. يا جماعه ما بقي معك. عندي انا الشيء الثاني. الشيء الثاني ليش ما يكتبون اسمه؟ لا يكتبون اسمهم عشان المحزمه مليان، ما يجي واحد يقول فلان واحد عبى عن واحد يكتب اسمه يوقع. اي لا 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 عدد الاوراق على عدد المتسابقين. لا عدد الاوراق على عدد المتسابقين. قسم انتاج بيكون معكم. نعم او لا وحطه في صندوق بس. خلاص. الشيء الثاني يا شباب، او قبل اروح الشيء الثاني، ما ابغى اي واحد منكم ياثر على احد. كل واحد يا متسابقين يعطينا قراره اللي في خاطره، اللي ما له رغبه ان ابن عمره يرجع عشان ما نطلب الاداره. الشيء الثاني، ابن عمره اذا بيرجع لازم يكتب على الهواء قدام الناس تعهد ان ما يطلع من البرنامج اذا رجع، في حال وافقتوا جميعا ثم وافقت الاداره. ازالها. هذه ازالها. انا بجيب لك الصندوق. وين اجيبها؟ ازالها يا هادي. وين اجيبها؟ وين اجيب الصندوق؟ طيب يا شباب المتسابقين، ما راح اقول هذا اللي قال يرجع ابن عمره فلان واللي قال ما يرجع فلان، ابغى نعم او لا بس. يا جماعه اعطوني الصندوق وجهور المتسابقين الان في الهنجر. يا شباب معنا 3 دقائق و4 دقائق، ابغى الجميع يكتب نعم او لا. يلا 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 يلا. يا مقرن يا محمد بن شخير، لا تاثرون على احد المتسابقين. خلاص هو اللي اشكل بس. طيب. على يا جماعه اعطوني انستات على المتسابقين هم يسوونها. اشكل على الاداره.